بريطانيا ثالثا طلاب هامي جدا هذه الاتفاقية، هي اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899، بعد أن قامت بريطانيا باحتلال السودان عام 1898، بعدها بعام وقعت بريطانيا مع مصر اتفاقية عرفت باتفاقية الحكم الثنائي. ما المقصود بالحكم الثنائي؟ أي حكم فرنسا، عفوا بريطانيا ومصر للسودان سوية، فعرفت باتفاقية الحكم الثنائي. ماذا تتضمن اتفاقية الحكم الثنائي؟ أولا تعيين حاكم عام بريطاني على السودان، وطبعا يعاونه أو يكون نائبه مصري، ولكن إذا الحاكم العام بريطاني يسيطر على جميع مقدرات وسلطات في السودان. طبعا تختاره بريطانيا بقرار من الخديوي. ثانيا تعيين موظفين بريطانيين على جميع مديريات السودان. ثالثا الغاء السيادة العثمانية. إذن هنا بنلاحظ طلابي ألغت بريطانيا السيادة العثمانية. رابعا الغاء الامتيازات الأجنبية. إذن تلغى الامتيازات الأجنبية في السودان. الغاء المحاكم المختلطة. خامسا سادسا يرفع العلم المصري والعلم البريطاني في الدوائر الرسمية أو على الدوائر الرسمية في السودان، وبالتالي تم جعل السودان خاضعا للإدارة الثنائية. طبعا ولكن نلاحظ طلابي السيطرة المباشرة هي لبريطانيا، إذن السيطرة المباشرة للسودان هي بريطانيا. نعم انه بالاسم ثنائي كله لصالح بريطانيا. احسنت. اذا هو بالاسم، نعم هو بالاسم انه ثنائي. طبعا اجل لماذا جعلت هلا خوفي عندي مثلا لماذا عقدت او ماذا تستنتج، بيجي هون سؤال، ماذا تستنتج من فرض بريطانيا وعقد بريطانيا اتفاقية الحكم الثنائي بينها وبين مصر عام 1899؟ اول سبب لا تازي انها لا تستطيع الانفراد رسميا بالحكم. احسنت الا اذن السبب الاساسي انه لا تستطيع بريطانيا وحدها حكم السودان. نعم في عندي السبب الثاني هو انه على ما اظن انه لمصر حق السودان، يعني ما ارادت بريطانيا عدم تجاهل هذا الامر على ما اظن. في بقية الأسباب على بعضها هي أسباب اقتصادية، طبعا لأجل الحصول على موارد السودان. الحملات كلفت بريطانيا كثيرا لما عادت احتلال السودان، فكانت خسارة فادحة أو خسائر كبيرة لبريطانيا أثناء إعادة احتلال السودان، فأرادت استعادة الأموال التي خسرتها. فهذا طبعا هذا استنتاج هام جدا، يجينا احتمال استنتج، بيجيكم سؤال في الامتحان النهائي استنتج كذا. فالسؤال استنتج لماذا عقدت بريطانيا اتفاقية الحكم الثنائي. تمام تمام فاطمة شفيفي اقرأ يا فاطمة. بريطانيا تفرض اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899، تضمن ما يلي: واحد تعيين حاكم عام بريطانيا تختاره بريطانيا بقرار من الخديوي. اثنين الغاء السيادة العثمانية. ثلاثة تعيين موظفين بريطانيين على مديريات السودان. أربعة إلغاء الامتيازات الأجنبية. خمسة إلغاء المحاكم المختلطة. ستة رفع العلمين المصري والبريطاني على الدوائر الرسمية. فاطمة سؤال، ماذا تستنتج من عقد بريطانيا اتفاقية الحكم الثنائي يا فاطمة؟ راز أنا؟ فاطمة شخيفي يا فاطمة، أجي بدي أشوف. لأنها لا تستطيع الانفراد رسميا بحكمه لمعرفتها بأحقية مصر بذلك وما تكبلته من أموال لإعادة السيطرة عليه، إضافة إلى أن الخديوي المصري يحكم مصر والسودان بصفته نائبا للسلطان العثماني. نعم أحسنت فاطمة، هذا نعم الأسباب، فقد رأت أن الخديوي المصري الخديوي التوفيق يحكم مصر والسودان بصفته نائبا للسلطان العثماني، فقامت عقد هذه الاتفاقية.